الحدث مع أحمد القماطي. مشايخ القبائل شرقا غربا وجنوبا يزورون الشقيقة الكبرى. التقى الوفد رفيع المستوى بالرئيس المصري قاهر الإخوان، خولوه التدخل ضد الأطماع الاحتلالي ومساعدة البلاد على قهر العدوان وانتشالها من مخطط الإخوان لنشر الفوضى. مشهد من حيث الشكل والموضوع يكتسي أهمية قصوى، فالمشهد مختلف تماما عن مشهد التهديد والاستفزاز والاحتلال التركي الذي جاء لينهب الغاز والنفط. المحتل التركي في موقف لا يحسد عليه اليوم، أصبح محاصرا في رقعة جغرافية لا يستطيع التقدم بعدها شبرا. النفط مصان بجنود على الأرض وآخرين لا تعلمونهم يواصلون تقديم التضحيات العظمى. مشهد استفز الإخوان المسلمين وقطعان الميليشيات الليبيين والسوريين، فمصر جاءت من الباب الشرعي العريض عبر مجلس النواب المنتخب ومن القبائل التي خولتهم التدخل وطلب الدعم والنصرة. مشهد عظيم لا تشوبه شائبة، إلا أن ذبابة إخوانية واحدة خرجت فاردة جناحيها ناشرة في صمت قذارتها فوق هتاف حي فيها المضيف مضيفة الذي استقبله مرحبا وحاملا رسائل الدعم بشرى. ذباب الإخوان نجح في التشويش على المشهد وفي التأثير على بعض العقول الصغرى. دخلت الذبابة تركز على التفاهات وتحط على القاذورات، فخرج بعدها يتلقف أذاها دون تفكير بعض خفاف العقول. ضعوا في ضباب الإخوان، والضائعون في ضباب الإخوان لا تنتظر منهم خيرا ولا تقف عليهم حسرا. هي ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها الذباب الإخواني لشق الصف أو استهداف الشخصيات والمنصات المناهضة للاحتلال. يتسللون ويطلقون جرعة السم الأولى فيتلقفها الخفاف فيأخذون على الإخوان الراية. لكن إلى متى؟ إلى متى سينجح ذباب الإخوان في جركم إلى ملعبهم وجعلكم تباشرون الهجوم إلكترونيا نيابة عنهم؟ ألا تفكروا؟ ألا تهدأوا فتأخذوا من هجمات الإخوان السابقة عظة وعبرة؟ عندما دخلنا في هذه المحنة كانت جمهورية مصر رئيسا وحكومة إلى جانب قواتنا المسلحة، إلى جانب مجلس النواب، هي الداعمة وهي المتحدثة باسمنا حتى في الجهات الأجنبية وفي المحافل الدولية. كان بقامة الرئيس يتناول ليبيا في أي مؤتمر صحفي، كان يتناول ليبيا ويعيش محنة ليبيا. نحن نوجه رسالة إلى أخوتنا الليبيين في المنطقة الغربية الذين أتوا إلى بيوتنا وحرقوا بيوتنا، نتنازل احتراما لدماء الشهداء ولوطننا والترابل الغالي والشعب المصري وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا تنازل منا. إذا أخوتنا الليبيين مدوا يديهم وكانوا رجال، نحن نمد يدينا ونتنازل على أولادنا وعلى دماؤنا في سبيل الوطن الغالي، في سبيل وحدة ليبيا، في عدم تقسيم ليبيا، ليبيا وحدة واحدة. نأتي إلى صندوق الاقتراع الذي يأتي به الليبيون، نرحب به جميعا. ليس احنا ضد العصابات، نحن رانا شردنا ودخلوا بيوتنا السوريين وترهونا. تحديدا نتأسف من القبائل الليبية، كلمة واحدة على
كرهونا لأن احنا نمثل في الليبيين كل. ترهونا تكلم أردوغان في خطاب رسمي وقال نحن الذين حررنا ترهونا، ليس حررها المجرمين ولا الخونة، حررها الأتراك. لكن نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن من هذا المكان نوصل رسالة إلى الشعب المصري والرئيس المصري والجيش المصري، أي اعتداء على ليبيا اعتداء على مصر، وأي اعتداء على مصر اعتداء على ليبيا، ونحن جاهزون بأموالنا وبأولادنا، ونحن أمتى ما يتكلم ويصير معاش في حل سلمي نحن جاهزون، نأتي إلى سيدي البراني ونركع السيارات العسكرية وندخل ليبيا لتحرير التراب الليبي. تحدث البعض مبررين تدخلهم بتهديد الأمن وهم يبعدون مئات بل آلاف الكيلومترات عن مواضعه، فإن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين، لأن الروابط التي تربط الشقيقة مصر بليبيا تتجاوز الحدود والمعوقات، لأن أمن ليبيا من أمن مصر وأمن مصر من أمن ليبيا، فهو أمن مشترك بين أسرة واحدة جمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربة تزيد كلها قوة ومتانة وتصميما عند الشدائد والأزمات. أقف هنا وأؤكد أن قبائل التبو المتمثلة في مجلس الأعلى لمشايخ وعيان قبائل التبو هو جزء من الشعب الليبي، وهو كيان اجتماعي يمثله سياسيا البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقيادة الجيش بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وإن المقام لا يسعى لذكر ما قامت به مصر شعبا وحكومة ورئيس لدعم الشعب الليبي والدفاع عنه وكذلك كل الدول العربية والإسلامية، فمصر هي قلب النابض والدرع الواقي للأمة العربية والإسلامية. نحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر غنية برجالها وغنية بجيشها وغنية برئيسها بحكمة وتدبير وعقل راجح. أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين. احنا مش هندخل إلا بطلب منكم، وحنخرج بأمر منكم مش بطلب. احنا ندخل ليبيا بطلب منكم، وانتم موجودين في ضيافة بلدكم مصر وبين أشقائكم. احنا مش هنخش ليبيا إلا بطلب منكم، ومش هنخرج إلا بأمر منكم. أمر يعني ايه؟ اتفضل. حاضر حاضر شكرا. احنا طب عايزين ايه المقابل في ده؟ ان احنا عايزينه حاجة واحدة، الاستقرار والسلام لكم والليبيا، بس مش عايز اكتر من كده. احنا مصير مشترك. الدولة موافقة ان هو يبقى حامل السلاح ده الجيش، خلاص. والجيش له قيادة، والقيادة لها قيادة أكبر منها بتنظم لها المهام والواجبات بتاعتها، لكن الميليشيات هتبقى بتنظمها، كل قائد ميليشيا هو هيبقى وتبقى لوجهة نظره، وتتمزق البلاد وتفضل أسيرة لهذه الميليشيات ولا تستقر أبدا. عانينا وبنعاني من الإرهاب، شفنا ده في مصر وأسينا منه، وبالتالي احنا ما عندناش، قعدنا 5 سنوات وما زلنا لغايه دلوقتي بنجابه الارهاب، ما عندناش استعداد ان الميليشيات دي تقترب مننا في بلدنا. لكن احنا خلال السنين اللي فاتت كلها بالكامل عمرنا ما قلنا كلمه ولا قلنا ان احنا ندخل ليبيا. احترمناكم احترمناكم، وخوفنا على مشاعركم ان انتوا تقولوا ان مصر بتستكبر بوجودها على على اخوانها في ليبيا. ابدا ما عملناش كده، لكن المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت انتوا شايفين الموقف عامل ازاي. يا من تصنعون المجد وترفعون رايه العزه وانتم تواجهون هذا المستعمر البغيض القادم من قاع امامه التاريخ الطامع في ثرواتنا
والحالم بإعادة ليبيا تحت حكم إمبراطورية الجهل والتخلف بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة. إلى ضباطنا وجنودنا البواسل، إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل جبهات، حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب. سنقاتل ونقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر دليلا مذموما مدحورا. كل تركي باغي وطع أرضنا لاحتلالها، وكل مرتزق الرجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز إلى صف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم، فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة، وشعبكم معكم والله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. نتابع اليوم هذه الزيارة الهامة التي قام بها وفد حكماء وأعيان ومشايخ القبائل الليبية إلى مصر ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أيضا نتابع الرسائل الهامة التي وجهها الرئيس المصري في خطابه اليوم للشعبين الليبي والمصري، كما ننطلق من هذه الأخبار العاجلة التي ترد إلينا تباعا من الميدان. استهداف مدفعي عنيف من قبل القوات المسلحة لأهداف وتمركزات الميليشيات والأتراك غرب سرت. أيضا أخبار عاجلة أخرى تردنا تتحدث عن قصف طيران تركي مسير على مجمع النهر الصناعي بمنطقة الشويرف. هل هذه الأخبار العاجلة التي تردنا الآن من الميدان، هذه التطورات العاجلة، هي إذان ببدء المعارك الحاسمة في سرت والجفرة؟ أنطلق بهذا السؤال أو من هذه المحاور لأجدد الترحيب بضيفي في هذه الحلقة، المحلل السياسي الأستاذ أحمد الشاطر، كما أرحب أيضا بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جمعة. أبدأ معك أستاذ أحمد الشاطر، كيف تابعت زيارة وفد حكماء وأعيان مشايخ القبائل الليبية إلى مصر اليوم ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ مساء الخير دكتور أحمد، لك وللأستاذ أحمد سالم ولهذا البرنامج المميز، وتحية للضيف الكريم الأستاذ والشقيق الأستاذ أحمد جمعة. ونحن من الفرح، يعني قبل أن ننسى اسمح لي أن استمطر شبيب الرحمة على روح البطل المقاوم المجاهد اللواء محمد بن نايل، وأن نعزي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وشخص القائد العام وقبيلة خوتنا المجارحة فيه، وأن أترحم أيضا في هذه العجالة على المواطنة الليبية البسيطة المتواضعة الحاجة مبروكة أم شهيدين ليبيين كانا في صدارة مقاومة الميليشيات الإرهابية في طرابلس العاصمة الحبيبة المحتلة أكرم ويوسف العربي، وأذهب للإجابة، رحمهم الله جميعا، وأذهب إلى الإجابة. اليوم الدكتور أحمد، نحن مصر وليبيا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والجيش العربي المصري والشعب المصري الشقيق أعطى للعروبة وجهها الحقيقي المضيء والمشرق والسعادة في أنفسنا وأرواحنا، وعاد بنا إلى زمن الانتصارات العربية وزمن الوحدة العربية وزمن الشرف والإباء والكبرياء. اليوم كان هذا اللقاء مفعما بالصدق ومفعما بالحقيقة ومفعما بالأخوة، ونحن نقارن وعلى الآخرين أن يقارنوا بين هذا المتطاول الأردوغان التركائيلي ومن معه من معاول وأذيال أكرمكم الله ووزراء، وهم يقولون أنهم لن يخرجون من ليبيا وأن ليبيا أصبحت إيالة تابعة لهم كما الكثير من الدول العربية، وبين رئيس بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي شقيق ودولة مجاورة وأم الدنيا مصر الكنانة هي الشقيقة الكبرى التي نعتبرها دائما رافعة الأمة العربية، إذا ارتفعت ترتفع الأمة وإذا لا قدر الله اهتزت تهتز الأمة. يقول نحن ندخل لليبيا بإذن منكم ونخرج بأمر منكم، هذا كلام عالي في وتيرة العروبة والصدق والمصداقية، وعالي في الحقيقة، وعالي في
وفيه رد بليغ وبالغ الأثر على الذين يساوون بين الموقف المصري الشجاع والمشرف والشقيق والذي هو في إطار الواجب وبين الاعتداء والغزو والاحتلال. وتفضل هذا الخبر العاجل الذي نسمعه ونحن الآن في البث المباشر. مش معقول يعني ماذا عملت منظومة النهر الصناعي اللي تضخ في المياه للناس حتى يقصفها هذا الجردوغان اللي جاي من آخر الدنيا ومن معه من ميليشيات وأذيال. أنا من دمشق العروبة والصمود أحييكم وأحيي الأستاذ أحمد وأحيي مصر الكنانة شعبا وجيشا عربيا باسلا ورئيسا، وأحيي القبائل الليبية التي كانت في الموعد واللي موجودة اليوم في القاهرة، قاهرة الإباء وقاهرة الوحدة العربية، وأحيي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأحيي البواسل الذين يردون على الميليشيات في الميدان، وإن شاء الله القادم خير ورب ضارة نافعة يا دكتور أحمد. طيب أجدد الترحيب بي الأستاذ أحمد جمعة الصحفي في اليوم السابع المصرية. أستاذ أحمد، برأيك ما هي أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الآن وفد القبائل الليبية إلى مصر ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ بعد التحية دكتور أحمد الحريك والأستاذ أحمد الشاطر وكل مشاهديك الكرام، يعني اليوم كان يوم حافل للغاية بزيارة وحضور الأفاضل شيوخ وحكماء وأعيان ليبيا إلى بلدهم الأول مصر، هي بلدهم بالفعل. جاءوا ليحملوا رسالة من الشعب الليبي، رسالة من أبناء الجيش الليبي، من القيادة العامة، طلب الدعم المصري العاجل إلى أبناء ليبيا حال اقتضى الأمر ذلك، تحت راية القيادة العامة للقوات المسلحة، تحت راية ليبيا، لصد العدوان التركي. هذا الزيارة تأتي في توقيت دقيق للغاية في ظل قيام الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين بدعم تركي بتحشيدات في محيط مدينة سرت لاستهداف المدينة أو الهجوم على الجفرة، وهو المخطط الذي يتطلع أردوغان لتنفيذه في ليبيا للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، وهو الهدف الأسمى إلى المحتل التركي، هو الهدف الأسمى للأتراك الذين يسعون لنهب ثروات ليبيا وسلبها سيادتها وبسط قوانين تركية وفرض الأجندة التركية في البلاد. زيارة القبائل الليبية هو تفويض من قبائل ليبيا من جنوب ليبيا وشرقها وغربها إلى الجيش المصري والقيادة المصرية بأن التدخل العسكري المصري في ليبيا هو تدخل مشروع، لأنه بطلب من أبناء ليبيا. ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا أننا ندخل ليبيا بطلب منكم ونخرج منها بأمر منكم، من قبائل ليبيا ومن الشعب الليبي، وهو ليس تفضلا ولكن هو واجب على مصر، لأن ليبيا لطالما وقفت إلى جانب مصر وتحديدا في حرب أكتوبر 73 ليبيا لم تتأخر يوما عن الشعوب العربية، وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب ليبيا وإلى جانب المجلس النواب الليبي وإلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وإلى جانب القبائل الليبية، دعم صمود ليبيا، تعزيز دفاعات قوات الجيش الوطني الليبي. هو واجب على كل عربي في هذه اللحظة دعم صمود الأبطال في الجبهات الذين تركوا بيوتهم ومنازلهم دفاعا عن ليبيا، دفاعا عن شرف ليبيا، دفاعا عن نساء ليبيا وحرائر ليبيا. لهم كل التحية والتقدير من القاهرة، قاهرة المعز، من قبائل ليبيا. اليوم تحية كبيرة لأبناء الجيش الوطني الليبي من كافة شيوخ وعيان وحكماء ليبيا. توقيت دقيق للغاية دكتور أحمد كما قلت لك، ومصر حسمت أمرها، هي جاهزة لدعم ليبيا في حال اقتضى الأمر ذلك. طيب، وتقدم البرلمان الليبي بطلب رسمي لتدخل مصر. يعني الآن بعد هذا الطلب أو التفويض أو التخويل الذي قدمه شيوخ ليبيا إلى القاهرة بعد تخويل آخر وتفويض آخر من البرلمان المنتخب، مصر جاهزة للتدخل؟ مصر حسمت أمرها؟ مصر جاهزة للتدخل، والأمر يتطلب بعض التحركات. بمعنى مصر دولة مؤسسات وتتعامل مع المؤسسات، ودخول مصر إلى ليبيا هو سيكون دخول بشكل شرعي،
كيف يتم ذلك؟ عبر مخاطبة رسمية من رئاسة مجلس النواب الليبي إلى الرئاسة المصرية بأننا نطلب تدخلكم للأسباب الآتية. رئاسة الجمهورية في مصر تحيل هذا الطلب لمجلس النواب المصري. حال وافق مجلس النواب المصري على طلب البرلمان الليبي منذ هذه اللحظة، بعد ذلك يتم دخول القوات المسلحة الليبية وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وهو المصرية عفوا، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة قوية دكتور أحمد اليوم، وقال حال اقتضت الضرورة بأن يتدخل الجيش المصري سيكون الحسم سريع للغاية. الرئيس لا يقول معلومات يعني يتحدث وفق معلومات دقيقة، لديه تقدير للموقف، لديه معرفة كاملة بما يجري. إذن هذه الكلمة تؤكد أن الجيش المصري قادر على دحر وصد المرتزقة، وقادر على إرجاع الأتراك وإخراجهم من ليبيا شريطة أن تتقدم القبائل الليبية والجيش الوطني الصفوف الأولى، وتكون قوات المسلحة المصرية داعمة لأبناء ليبيا، أبناء القبائل الليبية بكافة الأسلحة المتطورة. بالمناسبة مصر لديها أسلحة متطورة للغاية لم تكشف عنها بعد، والبعض ظهر منها في مناورة حسم 2020، وأسلحة أخرى مداها يتعدى 1000 كيلو، وبالتالي هي قادرة على استهداف أي هدف من الحدود المصرية حتى سرت. مصر لا تتكلم كما يتكلم أردوغان للاستهلاك الإعلامي. مصر دولة فعل، مصر تنفذ، عندما تقول سنفعل تفعل. طيب، واللافت سندعم أيضاً القبائل الليبية، سندعم الجيش الليبي، تقوم بذلك. واللافت أيضا أن الرئيس المصري اليوم لم يركز على منطقة أو مدينة معينة في ليبيا، هو صحيح. يتحدث عن ليبيا كقطعة واحدة، ليبيا موحدة. إذن هو يرفض بطبيعة الحال الاحتلال والعدوان التركي في كامل الأراضي الليبية، وليس فقط ضد الشرق أو وسط ليبيا. صحيح، الرئيس يرفض فكرة أن تقسم ليبيا، يؤكد على وحدة واستقلال وسيادة الدولة الليبية، وأن مصر لا تعادي أي طرف في ليبيا، وتحديدا الأشقاء في المنطقة الغربية، قبائل الليبية الوطنية في المنطقة الغربية، هذه القبائل التي ترفض الاحتلال التركي، التي ترفض وجود المرتزقة السوريين، التي ترفض سلوك المرتزقة بدخول منازل الليبيين واستباحة هذه المنازل. لكن هذه القبائل للأسف كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تكون الميليشيات المسلحة هي الحاكمة وهي المسيطرة، تصبح الدولة أسيرة لهذه الميليشيات. وقد حذر بأن مصر لن تقبل بتكرار تجربة استخدام الميليشيات المسلحة مرة أخرى وتوظيفها في المشهد العسكري أو السياسي الليبي، وأنها ترفض تماما استخدام هذه الميليشيات في المستقبل القريب. مرة أخرى أعود إليك أستاذ أحمد الشاطر. أستاذ أحمد الشاطر، ما هي أهم الرسائل التي لفتت نظرك أو استوقفتك في حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم؟ رسائل كثيرة حقيقة، رسائل كثيرة، وكانت رسائل واضحة، واضحة المعالم، ومميزة وموجهة للداخل وللخارج، وموجهة للعدو بشكل مباشر، وهذا الغزو الأردوغاني التركي ومن معه. وحتى لا يفوتني، أنا أعتقد أن مجلس النواب الليبي في الزيارة السابقة لسيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد صرح بطلب مجلس النواب الليبي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن البرلمان المصري التدخل في 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 الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه التدخل. أعتقد أن في تقديري أن هذا الطلب تم، والكلام اللي يقول فيه أستاذ جمعة كلام صحيح، وحتى السيد الرئيس أكد عليه. فيما يتعلق بالرسائل، الرسائل بصراحة فيها لجم لكل هؤلاء الذين تناولتهم بدقة بالغة، وأنا أحييك دكتور أحمد وأحيي الأستاذ سالم على هذه المقدمات المهمة اللي دائما نعتبر فيها هي الرافعة الأساسية في الحلقة. فالكلام كان واضح ودقيق، وأن المتحدث هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتحدث إلى أعيان ومشايخ القبائل والمدن الليبية بمركباتها الاجتماعية الرائعة والمتعددة، وأن الموضوع جدي ما فيش مزح، وأن مصر قامت بمجموعة من الخطوات اللافتة،
وهذا التحرك وهذا الموقف الحقيقة لم نشهده في الوطن العربي منذ إذا صح القول منتصف الثمانينات أو بداية الثمانينات، منتصف السبعينات أقصى نهاية السبعينات. هذا موقف مهم أن يكون اليوم الشعار أن مصر وليبيا بلد واحدة، وأن هناك شعب واحد في بلدين، وأن يتم التأكيد على هذه العرى الوثيقة من العلاقات التاريخية. وأنا أحيي الأستاذ أحمد الذي أشار إلى مواقف ليبيا والشعب الليبي سواء كان في حرب العبور أو في الحروب العربية الصهيونية. مصر وليبيا واحد، ونتمنى أن يدفع هذا الموقف المهيب والمهاب والمؤثر والبالغ اليوم والبليغ أن يدفع باقي الدول العربية وحتى الحكومات العربية إلى مواقف لا نقول متساوية لأن الظروف صعبة، ولكن في الحد الأدنى تشبه هذا الموقف. نحن اليوم نسترجع أمجاد الأمة بهذا الموقف، الحقيقة ليس من باب المجاملة، ونحن نفتخر بأن الأساتذة الذين درسونا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كانوا من مصر الشقيقة ومن سوريا الشقيقة ومن العراق ومن مختلف الدول العربية، ومصر بشكل أساسي التي لها أفضال بعد رب العالمين على كامل المنطقة العربية، التي حكمت المنطقة العربية في أحقاب تاريخية طويلة. فالذهاب إلى مصر واجب، ودفاع الشعب المصري والجيش العربي المصري والرئاسة المصرية عن ووقوفهم على الشعب الليبي واجب. والرسائل الحقيقة في تقديري، إذا كان أنا لا أعتقد أن عند هذا الجردوغان المعتوه حكمة، إذا كان هناك من أحد يمتلك الجزء اليسير والقليل من الحكمة، عليه أن ينصح هذا المجنون بأن الأمور ليست كما يتهايا له. وللأسف الشديد، وأنا قلت هذا الكلام في حلقة سابقة مع حضرتك دكتور أحمد، أن وقود هذه الحرب القادمة هم أبناء ليبيين، سواء الساكنين في ليبيا أو بعض الليبيين الأصلاء، سواء الذين يقولون أو قالوا أن رئاستهم في أزمير والتزمير أو غيرهم. الجردوغان لن يدفع بالضباط الأتراك إلى الجبهات الأمامية، سيكونوا في الخلف، ولن يدفع بقوات، سيدفع بالطيران المسير اللي إن شاء الله يتم القضاء عليه، وسيدفع بهذه الميليشيات والمرتزقة الذين أحضرهم من إدلب واللي الشعب العربي السوري البطل بريء منهم. طيب. وسيموتون على تقوم سرد. هل ستندلع المواجهة أم لا؟ لكن قبل ذلك، وأنت تتحدث عن الرسائل الهامة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، هو قال كذلك في ختام كلمته: إن استنصرتمونا سننصركم. أيضا هو قال: سندخل ليبيا بطلب منكم. نعم. وسنخرج بأمر منكم. نعم. هنا أريدك أن تقارن بين خطاب الرئيس المصري، خطاب جمهورية مصر العربية. نعم. وخطاب الاحتلال التركي. نعم. الذي قال رئيسه أننا جئنا لنعيد أمجاد أجدادنا في ليبيا، وزير دفاعه الذي قال أننا لن نخرج من ليبيا إلى الأبد. نعم. الفرق يا دكتور أحمد كالفرق بين الثرى والثريا، مع احترامنا للثرى الذي يتعطر في كل يوم في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي الوطن العربي بدماء الشهداء الزكية، الفرق كبير جدا. نحن اليوم نعرف أن العملاء لا يفقهون والجواسيس لا يسمعون والخونة لا يتورعون عن الخيان، ولكن نخاطب من ما زال في أبصارهم وبصيرتهم بصيص من نظر وبصر وعقل، فنقول: قارنوا بين سمو هذا الخطاب الأخوي المصري العريق. مصر ذات 10,000 سنة وأكثر من التاريخ والحضارة والحروب والحكمة وتراكم الخبرات وغير ذلك. مصر التي الصهيونية والكيان الصهيوني حريصين ويعملوا ليلا ونهارا على أن يسيئوا لها. مصر اللي تواجه في إشكاليات في سد النهضة، وما سد النهضة إلا يعني حاجة بسيطة من المخطط الكبير. مصر تقول هذا الكلام في الوقت الذي يأتي متبجحا الجردوغان التركائيلي بائع الثلج هذا الذي كان ينام في الشوارع ليتطاول على تاريخي وحضارتي وشهدائي وأبطالي وصمودي والمقاومة الصورية للشعب العربي الليبي والجيش العربي الليبي، ويقول بالفم المليان في مدينة طرابلس المحتلة والمخطوفة وفي مدينة مصراتة وغيرها، هو وغيره من معاول الهدم انتهى، أن ليبيا إيالة وأنه جاء ولن يخرج منها، ويعمل تصل به درجة التطاول يا دكتور أحمد، يدير خريطة ليبيا ويأشر عليها بالليزر التي لو عملها في زمن من الأزمان
الماضية لأتي برأسه في سطل. اليوم نحن بهذا الموقف المصري حقيقة وليس مجاملة. أنا أتكلم بحماس لأن لا أعرف أن أتكلم بهدوء في مثل هذه المواقف. اليوم مصر وضعت أمامنا عبد الناصر الهرم الكبير كبير الله، وضعت أمامنا الوحدة العربية، وضعت أمامنا الأجداد والشهداء، وضعت أمامنا شيخ الشهداء عمر المختار الذي استدل به الرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم الخطاب الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الخطاب الذي قاله مشايختنا وعمدانا في قبائلنا في كل ليبيا الحبيبة كان خطابا قويا، يعني رفعت راس زي ما يقولوا الإخوة في الشام. وأعتقد وأجزم إذا ما زال في حد عند بصيص من حكمة حتى في هؤلاء اللي قاعدين يتفرجوا على المشهد في الطرف الآخر، على الأقل يسحب أولاده، يسحب الذين معه. الأردوغان خلي يخوض هذه المعركة. أنا كتبت دون أن أطيل الأمس وأول أمس أن معركة سرت القادمة، إذا جازت التسمية أن نسميها معركة سرت خليج التحدي والرباط الأمامي بلاط الشهداء ومنتصف ليبيا والتاريخ إلى غير ذلك من التسميات التاريخية، إذا القرضبية اثنين، وقال البعض لا القرضبية اثنين حصلت قبل 9 سنوات، أنا أقول هذه هي القرضبية اثنين، لأنها يخوضها أبناء الشعب العربي الليبي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، الجيش العربي الليبي تحت إشراف القيادة العامة من مختلف القرى والمدن الليبية، ومعهم في هذه المعركة. اليوم القرضبية تتطور إلى قرضبية عربية معهم الجيش العربي المصري. وأنا أقول أنا لا أستغرب أن يكون هناك لا يعني لن أكون لا أستغرب أن يكون هناك انتصارا عربيا آخرا لهذا الموقف المصري والليبي اليوم، وأن هناك أمور تستنض، ورب ضارة النافع يا أخي عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. إحنا مستبشرين خير، وهذه المعركة فرضت علينا، وأنا متأكد أن الذين سيخوضون هذه المعركة في طرف الأرض الليبية والشعب الليبي والمصري سيخوضونها بشرف وبجدارة وبقناعة وبإيمان، ومن ينصر الله ينصره، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن شاء الله ربنا ينصرنا مرة على كل هؤلاء. أستاذ أحمد جمعة، أستاذ أحمد هنا نقارن بين التحركات المصرية وبين الأطماع التركية. ضيفي قال شتان بين الثرى والثريا. الرئيس المصري اليوم وهو يتحدث إلى الليبيين قال سندخل بطلب منكم ونخرج بأمر منكم، قال إن استنصرتمونا سننصركم. وهنا الفارق بين خطاب الرئيس المصري خطاب جمهورية مصر العربية وبين الرئيس التركي الذي أشار إلى الخارطة الليبية ويتحدث عن مواقع نفطية ليبيا وسعيه إلى السيطرة عليها، أيضا عندما تحدث وزير دفاعه أننا لن نخرج من ليبيا بعد أن دخلنا إليها. الرئيس المصري اليوم يتحدث أنه أبناء القبائل الليبية سنقوم بتدريبهم وهم أيضا سيكونون في المقدمة. الرئيس التركي بعد أن تمكن من احتلال عدة مواقع كانوا يحاول أن يهين الميليشيات التي تقاتل معه ويقول نحن الذين دخلنا، نحن الذين حررنا على حد وصفه. يمكن أن نقارن بين التحركات المصرية والأطماع التركية؟ شتان يعني الفارق ما بين الموقف المصري وبين الموقف التركي. تركيا دولة غازية، تركيا دولة جاءت لنهب ثروات ليبيا، جاءت لتعزز حكمها ونفوذها في منطقة شمال إفريقيا عبر جماعة الإخوان. هي تدعم جماعة الإخوان في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وتريد تقوية شوكة الإخوان في شمال إفريقيا بشكل كامل. لذا تدخلت تركيا بهذا الشكل، تستخدم هذا الخطاب الاستعلائي الاستعماري، لأن تركيا فعلا هي التي تدير المشهد سياسيا وعسكريا وإعلاميا في الغرب الليبي، لذا هي تتحدث بهذه الطريقة ويعف اللسان عن ذكر بعض المصطلحات من سلوك للأسف الميليشيات المسلحة التي باتت منبطحة للأتراك وتوظف وتستخدم في ابتزاز الليبيين وسرقة الليبيين ونهب أموالهم. وقد شهدنا حرب شوارع في جنزور منذ أيام بين الميليشيات المسلحة المتناحرة، ويعني هذا يثبت صحة تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس. لكن للأسف البعثة الأممية خرساء عمياء لا ترى
لا تسمع ولا تتكلم ولا تصدر أي بيانات ضد هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الليبي. هذه الصراعات التي تجري ما بين الميليشيات هي تهدد الأمن والسلم، سواء الصراعات في طرابلس سواء الصراعات في مصراتة. مصر خطابها متزن لأنها دولة مؤسسات. مصر تحترم ليبيا وتحترم الشعب الليبي وتحترم القبائل الليبية. أنتم أشقاء ولكم يعني حق علينا بأن ندعمكم، لأنكم وقفتم إلى جانب معركتنا المصيرية في أكتوبر، قدمتم كافة الأسلحة المتطورة، كافة سبل الدعم للجيش المصري، حتى تمكنت القوات المسلحة المصرية من استعادة الأرض وتحرير سيناء. عندما يطلب مننا أبناء الشعب الليبي كما تقولون الفزعة، لن نتأخر عن فزع أبناء الشعب الليبي، دعم أبناء الشعب الليبي، دعم القبائل الليبية، دعم القوات المسلحة العربية الليبية، دعم مجلس النواب الليبي. هذا حق ليبيا على مصر. مصر العروبة، مصر أم الدنيا، مصر الحاضنة لأبناء الشعوب العربية، الحامية للمشروع العربي. لكن دكتور أحمد، الأهم من ذلك موقف الدول العربية. الدول العربية يجب أن تكون داعمة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لمجلس النواب الليبي، للقبائل الليبية، داعمة للموقف المصري. تدخل مصر دكتور أحمد أنت تعي سيكون له تداعيات كبيرة للغاية، ومصر ستضحي بكل ذلك من أجل أبناء الشعب الليبي، لأن هذا واجب علينا لدعم الشعب الليبي ودعم القبائل الليبية. خطابنا متزن لأننا لسنا غزاة، نحن أشقاء لكم. عدد كبير من المصريين من أصول ليبية، حوالي 13 مليون حسب الأحاديث التي تدور. المصاهرة، العلاقات والترابط ما بين القبائل الليبية والقبائل العربية في مطروح أو السلوم، علاقات قرابة، نسب، مصاهرة، كل هذا يفرض علينا بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا دعم ليبيا ودعم صمود ليبيا في مواجهة هذا المحتل. وواجب علينا نحن كشعوب الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الليبي، الوقوف إلى جانب الجيش الليبي والقبائل الليبية والمرابطين في المحاور في سرت وفي الجفرة. نحييهم دائما وندعو لهم دوما بالسداد وبالصمود. وأعتقد أن القيادة الحكيمة بقيادة المشير خليفة حفتر ستدير المشهد بشكل رائع، وستحفظ دماء أبناء الشعب الليبي، وستحقن دماء ليبيا كما فعلت. هي قيادة حكيمة وقيادة رشيدة، تستحق الثناء وتستحق الاحترام وتستحق الالتفاف خلفها، لأن القيادة العامة تتعرض دكتور أحمد لضغوطات كبيرة. يجب على أبناء الشعب الليبي دعم القيادة العامة بشكل كبير، دعم صمود القيادة العامة، دعم أبناء الجيش الليبي. القبائل الليبية عليهم دور كبير للغاية. أنتم فوضتم مصر للتدخل، مصر لن تتخلى عنكم. لكم عليكم أيضا دعم صمود القيادة العامة ودعم أبناء الجيش الليبي في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارس على من دول إقليمية ومن دول دولية، حتى البعثة الأممية نفسها. المبعوث الأممي إلى ليبيا حتى الآن لم يعين. الأمم المتحدة عاجزة بسبب الضغوطات التي تفرض عليها. هم يريدون دكتور أحمد أن يظل المشهد الآن كما هو، وأن تحرك بعض الأطراف الدولية، تركيا للتقدم نحو الهلال النفطي واللعب بورقة النفط، لكن مصر ستصمد ولن تقبل بذلك، وستدعم ليبيا وشعبها وجيشها وبرلمانها ضد هذا المحتل وضد هذا الغزو. سندعم صمود القيادة العامة، سندعم صمود أبناء الجيش الليبي، سندعم القبائل الليبية. عليكم أن تتوحدوا كقبائل ليبية، تقفوا صفا واحدا، لأن بلادكم تتعرض للغزو. لا نريد أن نرى المشهد السوري والمشاهد السورية، لا نريد أن نراها في ليبيا. حالات السرقة والنهب، وللأسف بيع السيدات، أكثر من 20,000 سيدة في سوريا بيعت من قبل الميليشيات والمرتزقة. لا نريد أن نرى هذا المشهد في ليبيا أبدا. طيب، مرة أخرى أعود إليك يا أستاذ أحمد الشاطر. الرئيس المصري اليوم قال نحن قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع. هل تعتقد فعلا أنه مصر قادرة على إحداث هذه المتغيرات على الأرض بشكل سريع على كامل التراب الليبي؟ أنا أعتقد ذلك. كما أولا حي الله الأستاذ أحمد جمعة، حي الله الأستاذ أحمد جمعة، وحي الله كل شقيق مصري وعربي يقف هذه المواقف.
وفي موضوع أعتقد أن أو أجزم أن السيد الرئيس يعني ما يقول ويعرف طبيعة الأرض وطبيعة السلاح، وهو القائد الأعلى للجيش العربي المصري الباسل. ولكن حتى نكون متيقظين كثيرا، في مؤشرات طبعا كلما كان هذا الموقف المصري أو العربي متماسكا كلما زاد الضغط كما قال الأستاذ أحمد على القيادة العامة المظفرة بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، والضغط على حتى كل من يناصر هذه القيادة. ولذلك شفنا التصريح، أنا لا أخلط شيء بشيء ولكن وأنا ذاهب في الاستطراد أستدل، اليوم كان هناك تصريح مفاجئ من مكتب الرئيس بوتين مباشرة على أعلى المستويات في روسيا أن روسيا لا تخوض أي عمليات عسكرية في ليبيا. ولا أعتقد أن من الذي طلب من مكتب الرئيس الروسي أن يقول هذا الخبر، ولصالح من هذا الخبر أنا علقت عليه اليوم. وهل الأفريكم مخيفة لروسيا لدرجة أن أعلى جهة لعال الله في روسيا تقول هذا الكلام؟ هذا كلام أنا توقفت عنده ودرت تحت خطوط حمراء موجودة في صفحتي وما زلت متوجس منها. الاتصال الأخير الذي كان بين هذا السفاح المعتوه أردوغان وترامب الذي يعاني في مشاكل، نحن لا نريد أن نستعدي أحد لا أمريكا ولا غيرها رغم أنها زعيمة الإرهاب العالمي وهي تدعم في الكيان الصهيوني وبالتالي هي عدوتنا، ولكن أعطت الضي مش الأخضر الأكثر من الأخضر للأردوغان حتى يحضر أسلحته وبوارجه منذ سنوات ويأتي. وفي آخر اللعبة في آخر الجيم زي ما يحبوا هذول اللي يحبوا لغات النصارى حيضرب أردوغان كالشو ويحل الأمريكان محله. في مؤشرات خطيرة تحصل في العالم. أردوغان لم يقم بهذا الدور القذر أكرمكم الله وحاشا المصنتين لوحده من رأسه، نعم عنده أطماع وهو معتوه ويريد أن يجعل من ليبيا ومصر وكل الدول العربية إن استطاع إيالة مثل ما يتغنى بإرث أجداده الذين لم يعرف العرب والمسلمين منهم إلا الخوازيق والميري وما أعظم العظيم الله أن يقول الشعب الليبي في تظاهرة بنغازي يوم 5/7 أن الشعب الليبي سيدفع الدم الغالي من أجل تحرير بلاده بدل الميري. أنا أعتقد أن الموقف العربي سواء الموقف السوري المعلن الذي أيد الموقف المصري بعد مباشرة بعد خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيدي براني، أو الموقف الجزائري الرسمي والشعبي بالمطلق الشعبي، أو موقف الرئيس التونسي والموقف الشعبي في تونس، وإحنا ندعو لإخواننا المناضلين في تونس أنهم ينتصروا على الإخوانجية وأن لا نهضة وأن يطردوا هذا المجرم والسفاح من مجلس النواب. لا نتدخل في شؤونهم ولكن هذا أذى الأمة العربية والإسلامية كلها. وأنا أعتقد أن التأييد العربي الذي رأيناه اليوم كانت الفرصة ضيقة، رأيناه في خطاب سيدي براني المعلن والذي فاجأ الجميع من سوريا ومن في ذلك الوقت من البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر وتونس، كان له صدى كبير. أعتقد أن هذه فرصة تاريخية في منتصف الوطن العربي في ليبيا أرض كل العرب، وبهذا الدعم المصري لمصر الشقيقة الكبرى يمكن لأمة العرب وللقيادات العربية والزعماء العرب في كل هذه الظروف التعيسة التي نعانيها أن يستنهضوا الهمم وأن يصنعوا انتصارا ما بعده انتصار، أن يصنعوا انتصار لأن ملاحم كثيرة في التاريخ مشابهة لهذه الأحداث. حتى لا أبعد عن سؤالك الهام دكتور أحمد، أنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دقيق في كلامه سواء كان في خطاب سيدي براني أو اليوم، والأستاذ أحمد أشار إلى نقطة مهمة، مصر ونحن في ليبيا نحتاج إلى بعد رحمة الله وفضل الله إلى مواقف الشرفاء العرب الشعبية والرسمية في هذا الوقت حتى لا ننكر الجراح. وهذه فرصة الآن بهذا الزخم المصري وهذا الموقف الغير شفنا العراق كيف تم التفريط فيها، شفنا سوريا كيف تم التفريط فيها، شفنا اللي حصل في ليبيا اللي حصل حتى في مصر لما سيطر عليها الإخوانجية وثار الشعب المصري في ثورة 30 يوليو المجيدة، شفنا شن حصل في تونس وثورة الياسمين اللي خلت اللي كان يهتف ويقول هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية مقعمز على بومشية ويقول كان عندي قهوة والقهوة طارت. هذه فرصة للوطن العربي في مشرقه ومغربه ووسطه أن نلتحم مع بعضنا وأن نحيي أمجاد الشهداء والأجداد الأبرار
المجاهدين، وجميل جدا أن تقودنا مصر التي لا خلاف عليها لا تاريخيا ولا جغرافيا ولا سياسيا بهذا الحجم الهائل من أي شيء. طيب، أردت تعتقد يا أستاذ أحمد أنه مصر صدمت أردوغان، صدمت أيضا الميليشيات الموالية له المرتزقة الذين جاء بهم لاحتلال ليبيا، بمعنى أنه كان يرى أنه الميدان مفتوح أمامه، يستغل إمكانات الناتو، يضرب ببوارجه وطائراته الشعب الليبي. الآن تعتقد أنه هؤلاء لم يتوقعوا أن تأخذ مصر زمام المبادرة أن تدخل بكل قوتها لتفرض الخطوط الحمراء المصرية الجديدة؟ نعم نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحة، نحن تفاجأنا، نحن الذين نحبه ونحب مصر ونعشق مصر، مصر التي يقول كل شريف في هذا الوطن عليها، مصر التي في خاطري، مصر التي عندما تهجرنا ذهبنا إليها، الليبيين وغير الليبيين. الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأ الجميع، ولم يكن يتوقع الأردوغان أن سيكون هناك رد مصري. ثم يا دكتور أحمد، ما عادش في حاجة أنا بصراحة ندرجوا فيها، يوم تخلوا علينا الروس وانكشف الغطاء، كشفوا الغطاء بتاع الجيش العربي الليبي وتم الانسحاب 500 كيلو، ما لقيناش إلا مصر الشقيقة، وما لقيناش إلا الجيش العربي المصري بعد رب العالمين. وإلا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رسم الخطوط اللي كانت طيب. ستبقى عمراء. دقيقة لو سمحت، أنت أشرت إلى الذباب الإلكتروني. طيب. هم يقولون ويزرعون في عقول الناس أن هذا تدخل. اليوم السيد عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب منهم البساط. نحن نتكلم على الذين يملكون 5 غرامات من العقل، ما نتكلموش على كاملي العقل كمال الله سبحانه وتعالى. اليوم سحب من تحتهم البساط كله. لم أجد خلال نص قرن من المقولات التاريخية بدون أي مجاملة في باب التحليل وبند التحليل السياسي كلمة أبلغ من أن نحن سندخل إلى ليبيا بطلب منكم، وسندافع وسنقاتل وسنخرج بأمر منكم. هذا كلام التاريخنا الحديث في نصف قرن لم يسمعه، ليس إطراء. المفاجأة كبيرة، ونتمنى كما قال الأستاذ أحمد جمعة، نتمنى ألا نرفع شعارات الكبرى ونقوم في أنا أخص بكلامي هذا الليبيين، ونكون أقل منها. القيادة العامة قائمة بدورها، الجيش العربي الليبي قائمة بدورها، الأجهزة المساندة لها قائمة بدورها، ولكن هذا لا يعني أن نغمض العين على الفساد والمفسدين والمتهاونين والذباب الإلكتروني وغير الإلكتروني. طيب، مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد جمعة الصحفي في اليوم السابع المصرية. أستاذ أحمد، الكثير يتحدث أن أخذ مصر لزمام المبادرة غير الكثير على الأرض دون حتى أن تطلق مصر رصاصة واحدة، أو دون أو قبل أن يدخل جندي مصري واحد إلى أرض ليبيا. هل تعتقد فعلا أنه مصر الآن بعد وضعها للخطوط الحمراء الجديدة ربما قلبت الموازين، أيضا أحدثت ما يسمى بتوازن الرعب، بالتالي لا نتوقع هجوما من أردوغان وميليشياته باتجاه سرت والجفرة والجنوب، أو على العكس من ذلك أن تعتقد أن شخصية أردوغان المتهورة والمعتوهة قد تجعله يضحي بميليشياته ومرتزقته، خاصة أنهم لا يحملون دماء تركية، هم سوريون ومرتزقة أيضا ليبيين؟ دكتور أحمد، للأسف يعني المشهد حتى الآن ضبابي، لكن هو الاحتمالات التي تضعها مصر أن الأتراك قد يقدمون على مهاجمة سرت والجفرة، وبالتالي لابد أن نكون على هبة الاستعداد وأقصى درجات الاستعداد لصد هذا الهجوم ومنعه ووقفه. تركيا لا تفهم سوى لغة القوة. تغولت تركيا في سوريا بعد أن صمتت الكتائب الكردية، وبعد أن انسحبت من المدن تدخلت تركيا وسيطرت على الشمال السوري، وكذا هو الحال في العراق. تنتهك سيادة العراق، تقصف المدن الشمالية في العراق، يسقط عدد من الشهداء والضحايا، وتريد تقرار هذا المشهد في ليبيا، لكنها وجدت أبطال أبناء الجيش الليبي واقفين وصامدين. بالمناسبة، أبناء الجيش الوطني الليبي لا يحتاجون إلى أي دولة كانت، وليبيا بعون الله قادرة على الصمود والمواجهة حال تخلت أي دولة عن ليبيا، لكن مصر لن تتخلى أبدا عن ليبيا وعن شعب ليبيا. أردوغان لا يفهم سوى لغة القوة، لا يفهم سوى لغة القوة العسكرية. عندما قامت مصر بمناورة حسم 2020 ورأى النظام التركي هذه المناورة، لغى مناورة بحرية كان يسعى إلى القيام بها
بذريعة أن الأحوال الجوية لا تسمح. رسالة الردع وصلت إلى اسطنبول وإلى أنقرة وليس إلى سرت وإلى الجفرة. أدرك الأتراك أن المشهد معقد وأنهم سيدخلون في مستنقع لن يستطيعوا الخروج منه، لأن الجيش الليبي والقبائل الليبية والجيش المصري لديهم الحاضنة الشعبية الكبيرة في المنطقة الشرقية وفي وسط ليبيا في سرت وفي الجفرة، وبالتالي ستكون هذه المعركة معركة تكسير عظام. سيدخل أردوغان إلى هذه المعركة في حال أقدم على ذلك، سيندم على الإقدام على هذه الخطوة. جيش أردوغان الذي تم تشليحه منذ سنوات وتم تجريده من ملابسه ومن أسلحته، هذا الجيش المشلح لن يستطيع أن يحتل أي ذرة تراب في ليبيا. هو جيش يستخدم المرتزقة والإرهابيين والمتطرفين لتحقيق أهدافه وخدمة أجندته، وهو ما يقوم به في سوريا، هو ما يسعى إليه في العراق ويحاول تنفيذه بشكل كامل في ليبيا. لكن دكتور أحمد، الدول الجوار الليبي في المنطقة الغربية تحديدا لابد أن تكشف عن موقفها بشكل واضح. هذا الموقف الضبابي غير مقبول، وتحديدا من دولة الجزائر حتى الآن غير مفهوم. طيب، سياسة الجزائر رغم أن الكثير يتحدث عن تغير واضح في خطاب الدولة الجزائرية، رغم محاولات من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا لجرها إلى خندقهم، إلا أن الكثير يتحدث أنه بعد إرسال أكثر من 15,000 مرتزق بعد احتلال قاعدة الوطية الجوية من قبل الأتراك، بدأت تشعر بخلل وتهديد لأمنها القومي، وأيضا أرسلت رسائل تشي بطبيعة موقفها المتجانس إلى حد كبير مع الموقف المصري. لكن بالتأكيد نتمنى بلورة هذا الأمر إلى واقع على الأرض مستقبلا. مرة أخرى فقط أريد أن أؤكد لك على كلمة قالها الرئيس المصري اليوم يا أستاذ أحمد جمعة، هو قال لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء المصرية، وأن تدعو للاستعداد لكافة الاحتمالات إذا ما اندلعت هذه الحرب. بالتأكيد أن تثق في قدرات الجيش المصري والجيش الليبي. أين تتوقع أن تنتهي هذه المواجهة التي يراها الكثير بأنها حتمية، يصفها بالمعركة الكبرى المتوقعة؟ إذا ستنتهي هذه المعركة بإذن الله داخل طرابلس في حال أقدم الأتراك على مهاجمة سرت أو الجفرة. هذه المعركة ستنتهي على الحدود الليبية التونسية المشتركة، ستحرر كافة الأراضي الليبية، ستخسر حكومة الوفاق كافة الأوراق، ستكون خارج المشهد، ستكون حرب شعواء. لن تقف مصر عند خط سرت والجفرة. هي تقول الآن أن خط سرت والجفرة، هذه الخطوط الحمراء، هي دعوة للسلام. إذا اخترتم الحرب وجنحتم لها، ستتقدم القوات حتى الحدود التونسية الليبية المشتركة، ولن تقف القوات ولن تسمع لا إلى نداءات من تونس أو الجزائر أو من أي دولة، لأن هذه الدول صامتة تجاه جرائم الميليشيات، لا تتحرك. بل أن هناك تحركا في الجزائر جرى لاسترضاء حكومة الوفاق بإعادة رئيس الاستخبارات الجزائري السابق الذي يرتبط باتصالات جيدة مع قادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وهو يعني ما يضع نقطة استفهام غريبة على ما يقوم به الرئيس تبون. كما قلنا، حال أقدم الأتراك والمرتزقة والميليشيات على مهاجمة سرت أو الجفرة، لن تتوقف القوات إلا على الحدود التونسية الليبية والسيطرة على رأس جدير وعلى كافة المعابر وتطهير ليبيا من المرتزقة ومن المسلحين. هذا حقيقي، ومصر قادرة على القيام بذلك ولديها من القدرات العسكرية ما يمكنها من ذلك. نقول الآن نحن دعاة سلام، لسنا دعاة حرب، لكنكم لو أقدمتم على هذه الحرب فنحن لها داعمون، لها سنقف أبناء الشعب الليبي والمصري، احنا شعب واحد، سنقف إلى جانب الجيش الليبي وإلى جانب القوات المسلحة المصرية. ويجب على أبناء الشعوب العربية الدعم والمساندة وعدم التخاذل، لأن هي معركة تقرير مصير، هي معركة أخيرة مع تنظيم الإخوان الإرهابي في شمال إفريقيا. قطع رأس هذا التنظيم في ليبيا سيقضي عليه بشكل كامل في شمال إفريقيا، وأعتقد أو أظن هذا هو سبب قلق تونس
أو قلق الأشقاء في الجزائر، لأن كما نعلم الإسلام السياسي متجذر ومتواجد بشكل كبير سواء في الأحزاب التونسية والجزائرية أو في الحكومة التونسية والجزائرية. كما قلنا هذا الخط لو أقدمتم على انتهاكه لن نقف إلا على الحدود التونسية الليبية وتحديدا كمان عند رأس جديد. طيب لهذا الحد يا أستاذ أحمد الشاطر، تتوقع فعلا أنه لو حاولت الميليشيات التركية والمرتزقة السوريين انتهاك الخطوط الحمراء على محوري الجفرة وسرت، فإن الحرب لن تتوقف عند هذا المحور أو عند هذه الخطوط الحمراء، بل ستتسع رقعتها لتصل إلى طرابلس، بل إلى تحرير كامل التراب الليبي؟ تتوقع هذا السيناريو؟ أنا بقدر ما أنا سعيد وفرحان يعني يغمرني الفرح ونشوة العروبة بكلام الأستاذ أحمد جمعة، وأنا معه أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون ليبيا رغم كل ظروفها صعبة هي الجامع لهاتان الدولتان الهامتان على يميني ويساري ليبيا، وهما مصر الشقيقة الكبرى الكنانة الرافعة لكل دولنا العربية الأخرى، والجزائر الدولة التي تهمنا. والكلام اللي قاله الأستاذ أحمد احنا قلناه في حلقات ماضية بأشكال أخرى تتذكر دكتور أحمد، وعلقنا حتى على المشروع الذي أصبح تقريبا قرار في السماح للجيش الجزائري الشقيق أن يقوم بأعمال سلام خارج الجزائر لأول مرة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والرمم المتخذة التي أشار لها الأستاذ أحمد بشكل دقيق. وأنا أذكر أن من يوم كلفوا واليامز كتبت بالليبي الدارجي جتكم واليامز والبلح، عندنا مثل شعبي تعرفوه جميعا جاكم عمك والبلح، جتنا واليامز والبلح هذه التي تقول علنا على رؤوس الأشهاد الأمريكية تطالب بتقسيم ليبيا، تقول أن تقسيم ليبيا أصبح أمر واقعي. هذه البعثة وغيرها من بعثات الرمم المتخذة التي لم تحل مشكلة ذات يوم في كل خطوط الفصل، بل هي تقتات وتعيش على مثل هذه القضايا ومثل هذه المشاكل، وتجربنا معهم كثيرة في الموضوع، وهو موضوع مهم. والكلام اللي قاله الأستاذ أحمد، قد تندلع هذه الحرب الكبرى اللي اليوم الرئيس السيسي يقول نحن نتكلم عن خطوط سلام، وقبلها قالتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نحن لا ننسى أن الجيش العربي الليبي كان في صلاح الدين وعين زارة، ولا ننسى. لكن للأسف أن هناك من بني جلدتنا ومن الساكنين والمتساكنين في ليبيا الذين تحولوا إلى برادة يضعونها فوق بغالي ودواب الاحتلال والغزو الكردوغاني التركي، ينسون كان بإمكان الجيش العربي الليبي أن يقتحم طرابلس في ساعات كما يتحدث الأستاذ أحمد جمعة، في ساعات، ولكن حفاظا على حياة المدنيين، حفاظا على المدينة العاصمة، من يعني كان في صلاح الدين خطوات على ميدان الشهداء والساعة الخضراء. اليوم يتبجح الميليشيات أن هذا الجيش ويكتبوا في ذبابهم، هذا هو ليس حتى الذباب يعفو عنهم، هذه ساعات الصفر المتعددة. وهذه يا دكتور أحمد يشهد الله أن ما في حرف قلناه في لقاءاتنا معاكم وفي أي مكان فيه شيء من الخوف أو المجامل. أنا أحيي شخص المشير أركان حرب خليفة بالقاسم عفتر الذي رفض ولا زال يرفض أن يعطي للروس ولغير الروس بقعة في ليبيا، مش القرضبية والله من سرت والله أي مكان، ويتحمل هذا الانسحاب. ولو كان يريد الحكم في شخصه كما يقولون لكان ردسها كالشو وشدهم معغفة فيهم، هذول انتين حكومة الفقفاق والمسيخرات واللي معاهم، وانتهت اللعبة قبل أن يأتوا المرتزق. ولكني أعيد وأكرر أن التنازل حتى نستفيد من القادم، وسأرجع للنقطة الهامة اللي ذكرها الأستاذ أحمد بإيجاز. التنازل الأول في السياسة أو في الجيش أو في الحروب يعتبر التنازل الأخير. كنا قبل سنوات يا دكتور أحمد تذكر نطالب يا أخي اقصفوا هذه البوارج التي تأتي بالمرتزقة، اقصفوا الطائرات فوق المياه الإقليمية إلا إذا الله غالب، زي قبل 9 سنين ما عاش عندنا حتى صاروخ محمول على الكتف باش نطيحوه، هذيك الله غالب. النقطة اللي أثارها الأخ الأستاذ أحمد جمعة وهي نقطة غاية في الأهمية، لا قدر الله أن هذا الكردوغان وهو هذا ما عندهش عقل حيدف هؤلاء الميليشيات لسرت وأشتعلت المعركة.
من الذي سيوقف الجيش العربي الليبي؟ ومن الذي سيوقف الناس اللي يعني تدمرت بيوتهم وتهجروا وشافوا الويل؟ ومن الذي سيقبل الميليشيات؟ ومن الذي يمكنه أن يتكلم عن السلام فيما بعد؟ أنا أعتقد حاجتين سيحصلان في تقديري وأجزم بذلك. إما زي ما قال الأستاذ أحمد جمعة، تصل القوات العربية الليبية المسلحة والقوات العربية المسلحة المصرية ومن معهم منشرفة ومخلصين إلى رأس جديد وإلى الحدود رأس جديد، ويتم تطهير ليبيا من الدنس والمرتزقة والرجاس وغيرها، أو يحصل على الأرض الليبية حرب عالمية رابعة ثالثة نحن لا نعرفها، تخش فيها أمريكا وروسيا والدول هذه اللي للأسف الشديد في زمن الخريف اللي ما الأصفر العالمي كله مش بس العربي، تتحول الدول إلى جمعيات وقطافة كرمك الله وجري وراء الغاز وراء النفط، وتباع دول وشعوب وأمم مقابل مصلحة معينة. وعلينا جميعا من البصرة في بغداد إلى نواديبو في موريتانيا، ومن البحر إلى الغابة في السودان، مهما كانت مشاكلنا كعرب بمختلفة المركبات، على الأقل الأنقياء أن نعلم أن الذي نحن فيه ما هو إلا جزء من مخطط كبير مرسوم من قبل المؤتمر الأول للصهيونية، وعلينا أن نفتخر بأننا نقاوم، ونفتخر بأن مصر الشقيقة تقف هذا الموقف، ونفتخر بأن سوريا جيشها العربي الباسل يقاوم، ونفتخر بأن العرب إن شاء الله يتحركوا حتى لموقفهم ضبابي. إن شاء الله الموقف المصري الرائع والمهم والعربي يدفع هذه الدول العربية، الجماهير احنا متأكدين منها، الجماهير في ساعة الجد لا عاد تشدها حدود ولا تشدها بوابات، وستأتي وتقاتل. ولذلك الليبيين قاتلوا والمصريين وكل ابناء الوطن العربي قاتلوا في مشرق الوطن العربي ومغربه وفي شماله وجنوبه، حتى لا أكل كبد الحلقة وأنا إذا كان. لكن أنت الآن تطالب دورا عربيا على أي مستوى؟ هل تطالب بموقف من الجامعة العربية التي تنتقدها دائما، أم تتوقع أو تطالب بدعم مباشر من الدول العربية المناهضة للإرهاب التي تقاطع قطر وتريد أن يصل دورها إلى الدور الذي تلعبه مصر اليوم؟ أحسنت. أنا هذه جامعة اليوم نبغى نقوله كرمال مصر الكنانة باعتبارها القاهرة قاهرة المعز وقاهرة عبد الناصر والعبور وقاهرة الرئيس السيسي وقاهرة الأستاذ أحمد جمعة وقاهرة كل الشرفاء، ما نبوش نغلظوا عليها باعتبارها على الأقل مقرها في القاهرة. هذه الجاية أنا ما رأيتش منها شيء خلال 9 سنوات إلا آخر 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 تصريحات للأستاذ أحمد أبو الغيط، ولا أعلم شن هي الأسباب. كانت تصريحات قوية جدا وذكر فيها تركيا بالاسم وذكر فيها الغزو بالاسم وتكلم. أنا لا أعول على هذه الجامعة التي تتجاذبها ما دام فيها هذه الزريبة أكرمكم الله، علبة السردينة، مع الاحترام للطيبين نحن لا نتكلم على الشعب العربي في أي مكان، اللي اسمها قطرائيل اللي سميتها أنا قطرائيل من عام 2011 لا يمكن تمشي، يا شارية جزر القمر والصومال وشارية مش عارف منه شارية مش عارف. أنا أتوقع الدول التي انكوت وتنكوي بالإرهاب، الدول اللي يعني قاعدة تتفرج على ما حصل للعراق وما حصل لسوريا وما حصل لليبيا وما حصل لمصر وما حصل في تونس اليوم، سوريا، العراق أيضا رغم كل البلاوي ورغم السيطرة الإقليمية اللي عليه هذا مش موضوعنا، الجزائر، تونس، الأردن، المملكة العربية السعودية بهذا الثقل الكبير الكبير الله في الخليج وفي الـ وفي الـ وفي, الـ وفي المنطقة العربية، الإمارات، مهما كانت خلافاتنا السابقة نحن اليوم أولاد هذا المشهد الجديد. إذا تم اقتطاع أي بقعة في الوطن العربي من سوريا والله من ليبيا والله من أي مكان آخر هو اقتطاع من كل هذه الدول، وفعلا نرجع لدروس الصف الأول الابتدائي متاعه وكلتا يوم وكلا الثور الأبيض ولا الثور الأسود وحزمة العصي. سمحني نختم بالآتي، الكردوغان، لأن أشار الأستاذ أحمد لشيء موجع حصل في سوريا في بداية دخول الغزو الكردوغاني لسوريا، الجيش العربي السوري الباسل، وأنا لا أجامل لأن يتكلم من دمشق قلب العروبة النابض كما قال الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله، أراه سحق الكردوغان والميليشيات سحقا لا هوادة فيه. أرانا العام ما قبل الماضي أو بداية العام الماضي يا دكتور أحمد والأستاذ أحمد جمعة كنا لا ننام في دمشق العروبة والصمود من صواريخ المرتزقة الذين تم كرشهم وإخراجهم إلى إدلب، والآن
يتم كرشهم إن شاء الله من خارج. هل تعلم ماذا عملوا ويعملون؟ يحرقون المحاصيل، أقفلوا الماء على سد الفرات حتى يموت أبناء طيب. الشعب السوري. على الفكرة خلينا نلطف باش نعطي الفرصة. نحن اليوم باختصار أنا باختصار احنا اليوم ثلاثة أحمد إن شاء الله ليلة الجمعة والأحمد موجود صلى الله على سيدنا محمد يعني أحمد وأحمد وأحمد إن شاء الله تكون هالحلقة مباركة والفال يكون طيب. طيب أريد فقط أن أعود لأختم مع الأستاذ أحمد جمعة الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، أعرف أنه الخارجية المصرية والسيد سامح شكري يتحرك على كافة الاتجاهات لتهيئة المناخ والظروف الملائمة لأي تدخل أو احتمال أو سيناريو تدخل مصري ضد الأتراك في ليبيا، لكن كيف تتوقع موقف المجتمع الدولي إذا ما أقدمت مصر على هذه الخطوة؟ مصر أولا قبيل الإقدام على هذه الخطوة تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، مع المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية لشرعنة التدخل العسكري المصري في ليبيا حال اقتضت الضرورة وحال طلب مجلس النواب الليبي ذلك، مثلما حدث في مدينة درنا. مصر وجهت ضربات قاسمة إلى عناصر متطرفة عقب ذبح الأقباط المصريين في مدينة سرت، وكان تدخلا مشروعا ولم ينتهك قرارات مجلس الأمن أو الشرعية الدولية، لأن مصر شرعنت هذا التدخل وهو ما تعمل عليه مصر منذ عدة أسابيع من خلال اتصالات يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالات من زعماء دول العالم ودول إقليمية ودولية لشرح المشهد المصري والرؤية المصرية، وأعتقد مصر لن تقدم على خطوة التدخل في ليبيا إلا بعد الحصول على دعم وتأييد من المجتمع الدولي لحماية أمنها القومي، وهي نفس الاستراتيجية التي تتعاطى معها في ملف سد النهضة التي تحاول وسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من الإخوان تشويش الشعب المصري بأن الأولوية ليس في ليبيا ولكن الأولوية في إثيوبيا، وهم لا يدركون أن هناك قيادة سياسية لديها من المعلومات ولديها من الدراية ولديها من القدرة على معرفة أولويات الدولة المصرية. الدولة المصرية تدرك أولوياتها، الحدود مع ليبيا المشتركة هي حدود ملتهبة، يجب الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، لأننا لا نفكر في أنفسنا فقط. عندما يتحدث البعض بأن قضيتكم هي سد النهضة فقط وليس ليبيا، لا بالعكس، نحن وليبيا شعب واحد، مصير واحد، مصير مشترك. لذا مصر لم تتأخر عن دعم أبناء الشعب الليبي ودعم القبائل الليبية في حربها ضد الميليشيات والمرتزقة والأتراك، ومصر فعليا تعمل منذ أسابيع لشرعنة هذا التدخل حال أقدمت على ذلك. لن تنتظر عندما ستتدخل رسميا أو فعليا، ولكنها تمهد لذلك منذ عدة أسابيع، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستكشف مفاجآت كبيرة حول الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر، نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. لكن إن شاء الله الوضع في ليبيا سيذهب إلى الاستقرار، ستجنح الميليشيات إلى السلام سواء بالدعوة سلميا أو بالقوة، لكن كما قلنا مصر تدعم قبائل ليبيا وشعبها وجيشها الوطني وبرلمانها لتحقيق السيادة ودولة القانون والقضاء على الميليشيات والمرتزقة وعلى المتطرفين الذين نقلوا إلى الأراضي الليبية بواسطة راعي الإرهاب الأول في العالم والإخواني الدعم لجماعة الإخوان رجب طيب أردوغان، الذي سيلقى درسا قاسيا على يد أبطال الجيش الليبي على يد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي. من مصر ندعمكم ونؤيدكم وسنقف إلى جانبكم، لأننا شعب واحد، مصيرنا مشترك، وإن شاء الله سيتم دحر هذا العدوان وستعود ليبيا يعني عاصمة للسلام، ستعود طرابلس إلى مجدها مرة أخرى، ستعود ليبيا الانخراط في العمل الإفريقي كما كانت دولة رائدة في العمل الإفريقي، وستقف مصر إلى جانب ليبيا حتى تتمكن الدولة من بناء مؤسسات قوية قادرة على التفاعل والانخراط في محيطها العربي والإقليمي بل والدولي. شكرا لك. من صديقنا أحمد جمعة في القاهرة أنتقل أيضا لزميلنا أحمد جمعة مفدنا إلى سرت ليطلعنا على آخر التطورات من هناك. أحمد أهلا بك وتفضل.
نعم أخي أحمد، تحية لك ولضيوفك الكرام. بالنسبة للمعركة في مدينة سرت، يبدو أن القوات المسلحة تحشد هذه المرة لهدف معين، ويبدو أن المعركة إلى ما بعد مصراتة أو ما بعد طرابلس. هذه التفاصيل لا أستطيع الخوض فيها بشكل دقيق، ولكن التحشيد الذي شاهدناه كان كبيرا جدا، والأمور في مدينة سرت ومحاور القتال ممتازة جدا. القوات المسلحة تنشر منظومة دفاع جوية لأول مرة حديثة الصنع. أيضا باقي التفاصيل لا نستطيع نحن كإعلاميين الخوض فيها، نظرا للتعليمات التي صدرت من اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. هنا الحرب يبدو أنها ستتطور، ويبدو أن القوات المسلحة سيكون لها هدف آخر. نعم، شكرا أحمد. شكرا جزيلا لك مفدنا إلى سرت أحمد جمعة. أشكر أيضا الصحفي المصري الذي حدثنا من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ أحمد جمعة، كما أشكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد الشاطر. مشاهدينا، إذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معدي أحمد سالم، تحياتي أحمد لقماضي، في أمان الله.